بحلقة اليوم من 180 درجة. كل ما بقارن حالي بغيري بحس بأحبط. من الهوة للقوة، من القوة للقوة الفاعلة والفعالة، من اللوم المزمن لمعانقة المسؤولية الذاتية، من التدقيق بوصف ودراسة الأحلام للتحقيق، ومن التحقيق للتحليق. التغيير مش بالفرص، بالأشخاص أو بالظروف، التغيير بوجهة نظرك وتوجه فعلك. صار وقت تغير 180 درجة. 180 درجة، 180 ثانية، من الاثنين للجمعة 7 الصبح، 12 الظهر و6 المساء، مع لارا طوق سليمان على صوت الغبرت. مرحبا، أنا لارا طوق سليمان. 180 ثانية بلشنا. ليش بحس بأحباط لما قارن حالي بغيري؟ الذات مقسومة لقسمين، الذات الظاهرية والذات الصميمية. شو يعني؟ الذات الظاهرية هي الجزء يلي بتفرجيه للخارج عن حالك. انت مين؟ انت شو بتعمل؟ شو بتحب؟ شو مواضيع اهتمامك؟ وبالدرجات الأعمق مندخل بتعبيرك عن مشاكلك، يعني انت شو بتعترف لغيرك وشو بتعترف لحالك عن المشاكل بحياتك. أما الذات الصميمية فهي عري الأنا، يعني الذات غير المستترة بتبريرات وتدوير زوايا وتخفيف الحقائق. هي صميمك، هي داخلك، هي صدقك، هي عمقك يلي بتعيش فيه الخوف، الفرح، الحزن، الغضب، الثقة والشك. لما بقارن حالي بغيري ليش بحس بأحباط؟ لما بقارن حالي بغيري بكون عم قارن ذاتي الصميمية يلي حقيقية وصادقة ومعرات مع الذات الظاهرية عند غيري، يعني العناوين، ومش مع ذاتهم الباطنية. لما بقارن حالي بغيري بكون عم قارن ذاتي الصميمية يلي حقيقية وصادقة وبتعترف بضعفها وبتواجه ضعفها مع الذات الظاهرية عند غيري يلي بتتكون من أقنعة وعناوين براقة. يعني عم قارن القشور باللب، وعم قارن صدق الصميم بتزييف الظاهر. لهالسبب بيخلق عندي شعور بعدم التوازن، لأني عم زين شغلتين ما بيتقارنوا ببعضن. حاسين هالشعور قبل؟ هلأ عرفتوا السبب. المقارنة بتجوز بتعريب القلقاس مش للناس. 180 ثانية لليوم خلصوا، بس 180 درجة هلأ بلشوا. نفس عميق، حبوا الحياة لأنكن أدع. بحلقة بكرة من 180 درجة. نص المشكل تعريفي للمشكل واعترافي بالمشكل. References used in this episode: Joe Pane, Fox Training 2016, The Coaching Institute, and 180 Degree Mindset. Graphics and artworks by Snapic Studio. Music track 180 Degrees by Gary Sleiman. من الهوة للقوة، من القوة للقوة الفاعلة والفعالة، من اللوم المزمن لمعانقة المسؤولية الذاتية، من التدقيق بوصف ودراسة الأحلام للتحقيق، ومن التحقيق للتحليق. التغيير مش بالفرص، بالأشخاص أو بالظروف، التغيير بوجهة نظرك وتوجه فعلك. صار وقت تغير 180 درجة. 180 درجة، 180 ثانية، من الاثنين للجمعة 7 الصبح، 12 الظهر و6 المساء، مع لارا طوق سليمان على صوت الغبرت.